دكتور محمد الكيلاني الخبير الاقتصادي، برحب بحضرتك يا دكتور. اهلا بيك يا فندم استاذ المشرفين. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. من كلام الرئيس السيسي النهارده انه قال ازمه الدولار هي ازمه كاشفه، لو حضرتك تشرح لينا اكتر ازاي اللي حصل على مدار الايام اللي فاتت كشف لينا يعني تفاصيل كتير ممكن يكون المواطن المصري ما كانش عارفها. الحقيقه انه يعني الدوله المصريه دوله حريصه ودائما هي بتعتمد في قراراتها الاقتصاديه او بتعتمد على في مبادراتها اللي بتتخذها على انه السياسه النقديه دائما وابعادها سواء كان بتتعلق بسعر الصرف او بتتعلق بازمه الفجوه الدولاريه او العوامل اللي بتؤدي الى مثل هذه العوامل هذه الامور دي كلها ممكن نقول عليها ان هي معطيات مهمه جدا بتكون يعني بتحدد لنا النمط او الهدف منه. يعني لما اتكلم بطريقه واقعيه ومنطقيه اكتر، الفجوه الدولاريه اللي عندنا في مصر دي نتيجه لانه احنا كنا بنعاني من ازمات بتتعلق بالفجوه الكبيره جدا بين حجم الصادرات وبين حجم الواردات. يعني في بعض الاوقات كنا بنصدر ب 35 مليار وكنا بنستورد ب رقم ب يصل الى 65 مليار، ففي فجوه كبيره جدا هنا بين حجم الصادر وبين حجم الوارد. لما بنيجي نعمل اصلاحات هيكليه واصلاحات اقتصاديه في السياسه الكليه والسياسه الجزئيه بنلاقي انه كان لابد من اتخاذ قرارات كعمليات اقتصاديه وجراحيه اقتصاديه للاقتصاد المصري من زمان مش من دلوقتي. وبالتالي دي مناص السيد الرئيس او الهدف من مقوله السيد الرئيس انه ازمه الدولار كاشفه عن بعض المعوقات اللي كنا بنلاقيها في الفجوه الدولاريه من زمان، لانه لو في توازن بين حجم الصادرات وبين حجم الواردات ما كانش حصل فجوه دولاريه، لو كان في توازن بين الميزان التجاري وبين عجز الموازنه بشكل كبير ما كناش النهارده عندنا فجوه دولاريه. انا اعتقد ان ده التحليل المنطقي جدا ل حديث السيد الرئيس اليوم. طيب دكتور محمد، كمان عايزين نتكلم على ازاي كان الموضوع ده بيشكل عبء على الفاتورة الاقتصادية للدولة المصرية، والفترة الحالية هل هيكون الموضوع يعني اقل ولا الموضوع هيكون عامل ازاي في ظل كمان ان احنا المفروض عندنا مظلة حماية اجتماعية واجراءات الدولة كمان اخدتها؟ باختصار شديد جدا في ابعاد سياسية في المنطقة او في تغيرات جيوسياسية ما حدش يقدر ينكرها، تمام؟ والخريطة الاقتصادية النهارده بتتشكل. يعني حضرتك لو تشوف الدول الأوروبية ودول أمريكا اللاتينية ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا تلاقي إن في تغيرات كبيرة جدا جيوسياسية وبتتعلق ببعض السياسات النقدية والسياسة المالية. الفكرة كلها إنه إن الدولة بتسير في كذا اتجاه. الاتجاه الأولاني انها بتدعم الصناعه، بتدعم الانتاج، بتدعم الابتكار، ده من اطار واحد لانه احنا النهارده محتاجين في 2030 ان احنا نحقق المستهدف بتاعنا. في ناحيه اخرى انه التضخم النهارده ملتهب لكل الدخول بشكل منطقي جدا، وحتى السيد الرئيس اشار الى ذلك في حديثه في المؤتمر الاقتصادي. لكن الفكره كلها انه ان الدوله يعني بتحاول توزع العائد اللي تقدر يعني تحققه في توسيع برامج الحمايه الاجتماعيه، ده اللي احنا بنشوفه. مبادره حياه كريمه والسيد الرئيس يعني النهارده يعني اضاف رقم كبير جدا او دفع للحكومه ان هي تتوسع فيها بشكل كبير جدا، علاوه على انه تكافل الكرامه والصندوق السيادي المصري وكل هذه المبادرات اللي بتتم في الواقع المصري بغرض توسيع برامج الحمايه الاجتماعيه لانها تشمل مناطق اقصى فقرا، ان هي تستهدف اشخاص اقل دخلا، ان هي تحقق الهدف المرجو من يعني توطينها، بحيث ان احنا النهارده نعمل لا مركزيه او عداله لا مركزيه من خلال هذه البرامج، بحيث يحصل تكافؤ في الدخول وبالتالي نزيل الفوارق الاجتماعيه بين الطبقات. انا اعتقد ان دي يعني توليفه قرارات اقتصاديه بتحقق الهدف
المرجو منه. طيب عايزين نتكلم شوية دكتور على الصناعة، والنهاردة بما أننا يعني حديث الساعة هو الصناعة وإزاي بيعول عليها بشكل كبير إن هي تساعد في الأزمة الاقتصادية الحالية، عايزين نعرف إزاي الصناعة ممكن تكون خط الدفاع التاني بالنسبة لمصر في وقت الأزمات، وده طبعا وفقا لتصريحات رئيس اتحاد الصناعات النهاردة. من الجدير بالذكر أنه الصناعة حاليا متشكل 30% كحجم إنتاج، المستهدف منها إن احنا نصل إلى 65%، المستهدف أيضا إن احنا ننتقل من 17% إلى 20% كمشاركة في حجم الناتج الإجمالي إلى إن احنا نصل إلى 30 وما يتخطى هذا الرقم. الفكرة كلها إنه إن فعلا زي ما حضرتك أشرتي إنه الصناعة هي قاطرة التنمية في أي دولة. لو هنبص حتى على المحيط في دول الصين وفي ماليزيا هنلاقي ان هذه الدول لم تنهض الا بالصناعه، ولكن الفكره كلها ان مساله النهوض بالصناعه مش ان انا النهارده اعمل تحديث لبعض الصناعه بس، لا النهارده في لابد من ادخال بعض الصناعات اللي تعمل قيمه مضافه في الواقع المصري وتحقق وزن نسبي في الموازنه العامه، يعني على سبيل التقليد. ايوه زي ايه يا دكتور؟ نعم؟ زي ايه الصناعات اللي ممكن تكون ليها قيمه مضافه على الاقتصاد المصري؟ يعني على سبيل المثال انا لو يعني لو هتكلم مثلا على صناعه السيارات، تمام؟ بالتاكيد احنا عندنا عندنا سيارات بتعمل بالغاز، وبتعمل بالسولار، وفي سيارات بتعمل بالبنزين، كويس؟ طب انا على المدى البعيد هل انا استهدف هذه الصناعات؟ بالطبع لا، لانه في صناعات النهارده السيارات في الواقع العالمي زي صناعة السيارات الكهربائية والسيارات الهجين، دي كلها مستحدثة في الواقع الدولي. يبقى في نظرة مستقبلية للصناعة. نعم؟ نظرة مستقبلية للصناعة، يعني هيكون المستقبل محتاج ايه؟ يعني الهدف الرئيسي ان احنا اذا كنا نتحدث عن مرونة في الاقتصاد ومرونة في سعر الصرف ونستهدف حجم صادرات كبير، يبقى لازم النهارده نحدث هيكل الصناعة بالمستحدث في العالم، ان انا النهارده اعمل صناعات يعمل له وزن نسبي في الموازنه العامه، يعني يجي وزير الماليه في نهايه السنه الماليه يلاقي ان عنده قفزه كبيره جدا في حجم الصناعه، ده اللي احنا ده اللي مطلوب ان احنا يكون عندنا تنافسيه في الصناعه، بحيث ان احنا ندخل صناعات غير موجوده في الواقع المصري ونعمل تحديث لقاعده الصناعه ونعمل مضاعفه للانتاج، ده المهم في التوقيت الحالي. عايزين نتكلم على العوامل المؤثره حاليا يا دكتور على الاوضاع الاقتصاديه المصريه. وسؤال حاليا حول الدولار، هل احنا كده شايفين الدولار في اعلى صوره؟ يعني هل هي دي القيمه الاعلى للدولار، ولا ممكن نشوف تحرك يعني والسهم يتجه الى اعلى اكتر خلال الفتره اللي جايه بالنسبه للدولار؟ القيمه العادله للجنيه المصري في مواجهه الدولار هو السعر الرسمي اللي اعلن عنه البنك المركزي واللي موجود حاليا على كل شاشات البنوك المصريه، ده السعر العادل له، تمام حضرتك؟ كانت البنوك بتعلن 19.20، لكن احنا كانت سوق السوداء بتتعامل ب 22 و 22.5. كويس؟ الفكره كلها انه انت النهارده عملت نوع من المكاشفه مع السوق النقدي، تمام؟ حققتي نوع من المصارحه مع مجتمع الاعمال. الفكره كلها دلوقتي هو في توفير الدولار، توفير الدولار النهارده انا اعتقد ان احنا محتاجين لو هنتكلم على صناعه وبنتكلم على تنميه وبنتكلم على الانتاج، يجب البنوك النهارده ان هي تسمح لمجتمع الاعمال بتوفير الدولار، مش هيحصل مزاحمه لانك انت النهارده حققت السعر العالي، ده من ناحيه. الناحيه الثانيه والمهمه جدا هو انه المجتمع الدولي النهارده متجاوب جدا مع الحكومه المصريه ومع القرارات المصريه، وخاصه صندوق النقد الدولي، حضرتك يعني اكيد تابعت بشكل اساسي الموافقه على الكارد وقد ايه احنا حصلنا على رقم 4 مليار من الشركاء التجاريين، ودي حاجه انا اعتقد انها ميزه مضافه للحكومه المصريه ونجاح مضاف ليها، لانه بالتاكيد جدا انه التمويل ده جاي من شركاء تجاريين شايفين ان مجتمع الاعمال في مصر والصناعه والقرارات اللي بتتاخد عشان نصل الى سعر صرف مرن، نحقق مرونه للاقتصاد، يكون الاقتصاد اكثر صلابه، يكون الاقتصاد اكثر تنافسيه، فبالتالي كل هذه الاطر انا اعتقد انها مهمه جدا على واقع الدولار، وهنشوف الدولار هل هيرفع ولا لا. انا اعتقد انه هو وصل للسعر العادل حاليا، ما لم تحدث قفزات او يحدث اضطراب دولي ممكن في هذه الحاله انا اعتقد
يعني البدائل كثيرة. أعتقد أن القرار الاقتصادي في مصر محطوط له بدائل كثيرة، ولكن حتى تاريخه وعلى المدى القصير مش هيحصل تفضل.